يا جنى جنى، في ايه بس يا عزم؟ بتزعق كده ليه؟ بتزعق كده ليه؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها ديت؟ مش عارف انام. دوشه ايه ده؟ موتزارت. موتزارت كمان بتدخلي رجاله غريبه في البيت وانا نايم بتستغفليني؟ ده مش رجاله، ده واحد ميوزيشن كبير ودي سيمفوني بتاعته. ميوزيشن كمان صنايعي؟ يا نهار اسود ومنيل يا بجحتك يا اختي. ما المدرسه بتاعت الفايلين بتعلمها لسولي بر. مدرسه الايه؟ الفايلين. ده الفايلين دي؟ الفايلين. ايه الفايلين دي يا اختي؟ الكمانجا. كمانجا؟ ويا ترى الكمانجا دي بقى عويسي ولا سكري يا فجرك؟ عايز الواد يطلع فنان مرهف الحس رقيق؟ لا، ابن الفاجر استحاله يطلع فنان ورقيق. انا يا نهار انت ازاي بتتصرفي من دماغك ليه؟ خلاص يا هيثم والنبي، خلاص والنبي. لا أصلاً خلاص والنبي يا فاجر. انا حاضر. عشان خاطري والنبي خليك مكانك، عشان خاطري ما تفتحناش قدام الست والنبي. فين؟ اوعي. خلاص يا هيثم والنبي. والله لا فضل خالد دي كلها. والنبي بتعملي ايه يا وليه عندي هنا في البيت؟ انا ما بعملش حاجه، انا بعلمه كمان. كمان بتعلميه كمان؟ ده بدل ما تعلميه مزمار عبد السلام. مش حافظاه والله. سهل اوي. تات تارارات تات تارارات. قولي ايه؟ طيب هحفظه ويبقى اجيلكم. يلا سلام عليكم. لا استني استني بس، انا هديكي تمن الكلاس بتاعك. لا 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 لا، خدي الكمانجه دي، خدي. يلا في داهيه في داهيه في 60 داهيه. ينفع كده تربي مس نانسي؟ يعني مس نانسي هضرب؟ انا مش عارفه اربي ابني بسببك. اسمعي يا هانم، انا اللي هربي الواد دوت. الواد ده اسمه جاحد ابن الفاجر. الواد ده هيفضل طول عمره في جلباب ابوه. تعال انا. لا انا مش جاي، انت بتزعق لمامي بتخليها تعيط. انت وحش وشرير، انا بكرهك. يا كرم الله، الواد بيكرهني. الحمد لله تعبي ما راحش هدر. عشت وشفت الواد وهو بيكرهني.